Şu anda bu koordinasyonu ve orada bir harekat merkezi. Bu harekat merkezinde de bizim bir kor generalimiz bulunacak ve oradaki bu süreci onlar yönetecek. النهارده كان في مناورة بحرية، رسالة واضحة، الرسالة رايحة لمين وبتقول ايه؟ ان دي رساله مباشره للاطماع التركيه، اكون مبالغ ولا دي الحقيقه؟ دي الحقيقه يا فندم، مباشره لتركيا وفكر التركي. ليه لحد دلوقتي عندنا اتفاقيه مع تركيا؟ تركيا بتمثل بالنسبه لنا العدو رقم واحد، ما عندناش غيرها في العالم.